السلام عليكم. اليوم الثلاثاء 23 ماي 2023، حلقة 271، التنظيم الجديد للمخابرات المغربية. Aujourd'hui, mardi 23 mai 2023, épisode 271, la réorganisation des services spéciaux marocains, la suite numéro 11. الحلقة الفايتة تكلمت على لو جينيرال وفقير في سنة 71 وفي سنة 72، وتكلمت على الزوجة ديالو اللي كانت من داك النوع اللي كتبغي تعرف كل شيء اللي كيدير الرجل ديالها. وتكلمت في الاخر ديال الحلقة على لا كولابوراسيون اللي كانت ما بين الجنرال وفقير والكولونيل أوقران مع القادة الكبار ديال الحزب الوطني للقوات الشعبية. وتكلمت في الاخر ديال الحلقة على لو جورنال ديال ابو بكر الجامعي اللي كان نشر هذيك الرسالة ديال المؤرخة في سنة 1972 اللي نشرها في لو جورنال في سنة 2000، يعني نشرها 28 سنة من بعد. الوزير الأول عبد الرحمن اليوسفي كان منع الخروج ديال لو جورنال الشيء اللي جعل أبو بكر الجامعي يدير إضراب عن الطعام. في هذه الحلقة غادي نبدا بهذه القضية ديال أبو بكر الجامعي. من بعد التعدل الكبير ديال الوزير الأول عبد الرحمن اليوسفي اللي كان قرر باش يمنع لا بيبليكاسيون ديال لو جورنال في المغرب،
هادشي في الأخر ديال السنة ديال 2000. في هذيك الوقت من الشهر ديال سبتمبر ألفين كانت عندي علاقة كبيرة مع المسؤولين على الجورنال اللي هما أبو بكر الجامعي وعلي عمار. وكانت عندي علاقة كبيرة مع الصحفي صحفي فرانكو أمريكا ستيفن سميث اللي كانت يعمل في جريدة لوموند ابتداء من سبتمبر سنة 2000. بديت تنحط خطرة في أسبوع ما بين 40 حتى 50 صفحة، تنديرها في انفلوب كبيرة وتنحطها عند الكاتبة الخاصة ديالت أبو بكر الجامعي. أبو بكر الجامعي وعلي عمار كانوا في هذاك الوقت يمشوا خطرة في الأسبوع ولا بدا يمشوا لباريس، لأن الجورنال كان كيتطبع في باريس ماشي في المغرب. وفي هذاك الوقت اللي كنت نجي خطرة في الأسبوع للجورنال عرفت بزاف ديال المعلومات على لا كوميرسياليزاسيون وعلى لا بوبليسيتي ديال لو جورنال. وفي هذاك الوقت علمت كنت على علم بأن لو جورنال كان كيدخل المداخل الأسبوعية ديال لا بيبليسيتي كانت كتفوت 120 مليون في هذيك الوقت. يعني المداخل ديال الجورنال كان يمكن لينا نديرو لا كومباريزون ديالها مع الجرائد اللي كتطبع في فرنسا اللي يديروا يمكننا نقارنوها مع الجرائد الفرنسية، لأن في هذيك الوقت لو جورنال ما كانت عنده حتى شي كومباريزون بوسيبل مع الجرائد المغربية. وفي هذيك الوقت كنت تبعت هذه القضية من قريب، وكنت عرفت بأنه هو
من بعد لانترديكسيون دو جورنال بار لو بروميي مينيستر عبد الرحمن اليوسفي، العالم كله كان ضد، العالم كله الحر، يعني الدول الأوروبية وأمريكا وإنجلترا وأمريكا، هادو كانوا مع لو جورنال. وكنت على علم بأن أبو بكر الجامعي غادي يدير إضراب على الطعام، وكنت على علم بالزيارة اللي دار في المغرب في هذيك الوقت روبير مينار، اللي كان في هذيك الوقت هو البريزيدون ديال روبورتير سون فرونتيير، اللي قررت باش تدخل كوسيط في هذه القضية باش تلقى ليها حل سلمي. روبير مينار جا المغرب وشاف رئيس الدولة اللي عطاه كلمة ديال الشرف بأن في أقرب وقت لو جورنال غادي يخرج في المغرب. هاد روبير مينار كان تلاقى مع أبو بكر الجامعي وعطاه، قال ليه كلمة الشرف بأن السلطات العليا المغربية أعطته كلمة الشرف باش لو جورنال غادي يخرج تقريبا دون ان افونير تري بروش. وفعلا قبل من شهر من بعد غادي يخرج، غادي يخرج انوفو ان جورنال اكزاكتومون لو ميم كو لو جورنال اللي كان، غير هو تيتسمى لو جورنال هبدومادير، مكتوبة صغيرة فوق من لو جورنال. لو جورنال مكتوب في هذيك الصفحة كاملة في الفوق ديالها، وفي زوج سطيرات صغار لو جورنال هبدومادير. الجريدة الصحيفة حتى هي كانت ممنوعة في لابيبليكاسيون، ومنين عاود خرج لو جورنال خرجت حتى هي الصحيفة الأسبوعية المغربية. هاد المشاكل اللي وقعت لو جورنال كنت على علم جميع التفاصيل ديالها، هادشي اللي وقع في الأخر ديال سنة 2000، وقل من شهر من بعد الجورنال هبدومادير غادي يخرج للوجود بالفرنسية وبالعربية،
العربية كان كيتسمى الصحيفة، وحتى تسمى من جديد الصحيفية الأسبوعية المغربية. كنت في هذيك الوقت سنة 2000 كنشوف تقريبا كل أسبوع خالد الجامعي، الوليد ديال أبو بكر الجامعي، كنت نشوفه في الجورنال أو في واحد الريستورون في الرباط اللي كانت تيفريكونتي، وكنت أنا كذلك تنفريكونتي داك لو ريستورون اون فوا بار سومان. هاد لو ريستورون جا في هاديك الزنيقة الصغيرة اللي في جنب اوتيل باليما. من بعد لا بيبليكاسيون ديال هذيك الرسالة ديال واحد اتحادي القوات الشعبية، كنصيفطها في سنة 1972 لواحد اتحادي آخر من المسيرين ديال الحزب في المغرب. هاد الرسالة كتبين بأن هو في هذيك الوقت سنة 1972 il y avait une complicité entre le parti UNFP مع الجنرال أوفقير ومع الكولونيل أمقران. وهاد لا كومبليسيتي كانت au sommet de ce parti. Et dans le sommet de ce parti, il y avait Abdelrahim Bouabid et Abdelrahman Youssefi. Autrement dit, ces deux grand responsable du parti UNFP, Oumalikano, des complices du général Oufkir et du colonel Amkhran. Le grand responsable de ce parti avait rencontré le général Oufkir deux fois au courant de l'année 1972 dans une villa à Souissi, à Rabat. En France, le Fré
المصري et d'autres dirigeants de l'UNFP avaient rendu visite plusieurs fois au colonel Amkrane pendant son hospitalisation en France en 1972. Au niveau marocain, à Rabat, le général Oufkir avait organisé plusieurs soirées dans sa villa pour des officiers supérieurs dans les forces armées royales. Dans toutes ces réunions, il y avait le colonel Hassan Youssi, qui était à l'époque l'ami numéro un du général Oufkir. Par conséquent, il était le grand complice du général Oufkir. Ces réunions étaient nombreuses au courant de l'année 1972. Ces réunions dans la villa du général Oufkir au quartier suisse étaient organisées par Fatima Eshenna, épouse Oufkir. Chaque réunion était organisé par l'épouse du général Oufkir. Chaque réunion durait plusieurs heures et ne se terminait qu'à 3 heures ou 4 heures du matin. Dans chaque réunion, il y avait du whisky à gogo et d'autres consommations alcoolisées. Il y avait des kémias et il y avait un méchoui servi vers minuit ou 1 heure du matin.
مدام فاطمة الشنا إبوز وفقير. إتي دونك أو كوران دو تو لي ديتاي دو شاك سواري. Et dans chaque soirée, le général Oufkir et ses complices parlaient longuement de l'attaque de l'avion royal prévu le 16 août 1972. L'épouse du général avait pris la décision de se déplacer dans le nord du Maroc avec ses enfants et ses filles toute la journée, du 16 août 1972. Mais après le coup manqué, le général voulait faire un coup d'État propre. Il ne voulait pas de sang. Il voulait faire atterrir l'avion royal à la base militaire de Kénitra. Il avait l'intention de faire signer la démission du roi Hassan II à la base militaire de Kénitra pour l'envoyer en France ou en Espagne. Et le faire remplacer par son fils Mohamed VI, autrement dit, il voulait un coup d'État à l'égyptienne en 1952. Lorsque le colonel Nasser avait pris le pouvoir en obligeant le roi à se retirer pour finir ses jours dans les casinos et les hôtels de luxe européens. Je dois arrêter cet épisode
et vous dire à la prochaine, inshallah.